تطير الحمرا على بلادي راعلي إن شاء الله هادر مرة جيبوها كبيوني من طنجة القويرة سوسي يفرح ويغني نعاودوها كالعادة فورفور من بكري علي علي جيبوها يا الولاد علي علي وغينا تزال بلاد ماما أمريكا جمعت الكليكا. اليوم حسن قدمت مجهود كبير واللي افتخرنا به بزاف بزاف وجوج لواحد راه صعيبه ما يمكنش اي فرقه ديرها ضد الفرقه اللي لعبنا معها دابا وكما كنقولوا ديما حسنيه ومراكش ان شاء الله مراكش احنا جايين وديما حيسه الموت. المهم الحمد لله اخويا على هذا الرباح هذا اللي رباح تاريخي هو التواجد في الدور الثاني ديال الكونفدراليه المره الثانيه على التوالي شي حاجه اللي ماشي سهله زعما حي وحتى الفريق ديال جرين ايجلز هو فريق قوي هو بطل ديال الدوري الزومبي الفوز عليه بالطريقه هذه وبهذا الريمونتادا اللي داروا شي حاجه راه بزاف يعني اللعابه عندهم واحد الجرينتا وواحد القتالي على التوني وحاسين بالمسؤوليه المحطوطه عليهم زعما مبروك الانتصار لاي واحد سوسي وفرصه حسنيه تاع كادير تشكر الفريق حسنيه تاع كادير اللي تاهل الدور المجموعات غادي نتمنى ان شاء الله زيزي قدام هذه الصفحه حنا غاصين بزاف المهم ان شاء الله نتمنى المسيره الموفقه ان شاء الله جميعا ان شاء الله ديما الحسنيه ديما الحسنيه الماتش جاني هو هذاك الحمد لله المهم دور المجموعات كنشكر الجمهور اللي حاضر بالكثافه والمهم اللاعبين داروا داك الشيء اللي عليهم الجمهور ديال الحسنيه جمهور كبير وكنتمنى ديما يحضر في أدرار ان شاء الله وحنا راه غاديين لمراكش ان شاء الله نهار 10 ديما حسا ديما ديما خويا ديما حسا